قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه أخرى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر أيضا لحساب وزارة الصحة للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات في إطار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتؤكد وزارة الأوقاف من خلال هذا الإسهام أن الوقف في خدمة المجتمع.